أحسن الله إليكم. تقول الأخت السائلة من الرياض في سؤال لها: هل نحاسب على كثرة الملابس التي نقتنيها في المناسبات وغيرها، وعلى الحلي والذهب وغير ذلك يا شيخ؟ الشيء الذي يزيد عن الحاجة يكره أو يحرم لأنه من الإسراف، وأما ما كان قدر الحاجة للباس والزينة عند الحاجة إليها هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان، فاتركوا الإسراف واقتصروا على قدر الحاجة، ولا أنكم تتصدقون بما زاد من الملابس تتصدقون به على المحتاجين كان ذلك خيرا لكم من حبسه وعدم الانتفاع به بغير حاجة إليه.